النهارده هنتكلم في حاجه مهمه جدا، وهي افضل 5 قواعد للنجاح في الحياه. يا جماعه، النجاح في حياتك او النجاح في الاداره او في شغلك وكل حاجه، طبعا ده من اهم حاجه عند الانسان اللي بتحقق له السيلف ساتسفاكشن او الاكتفاء الذاتي او الرضا بالنفس، ان هو يكون موجود. اول حاجه هنبداها النهارده في القواعد، وهي السعي وراء هدفك. ان انت لازم يكون لك هدف في حياتك عايز توصل له، سواء هدف في الشغل، سواء هدف في الفلوس، سواء هدف ان انت تربي ولادك كويس او تعلمهم، او اي هدف في حياتك. لازم دايما تحط اهداف وتحط خطوات ان انت توصل للهدف ده بطريقه معينه. وانت بتبدا مشوارك لازم تكون قدام عينيك نهايه المشوار، عارف ان انت هتوصل لحد فين في الاخر. ولازم تحاول تسعى ورا الهدف ده مهما كانت الصعوبات اللي تقابلك، ومهما كان الطريقه اللي هتشتغل بيها. وطبعا مفيش تعارض ما بين اهدافك واهداف الاخرين، بمعنى ان انت وانت بتسعى ان انت تحقق هدفك ما تحاولش تعطل الاخرين اللي هم برضو بيدوروا ان هو يحقق هدفه. كل واحد يسعى في طريقه طالما ان مفيش اي مشاكل او اي اختلاف. دي اول قاعده. القاعده الثانيه معانا ان دايما في بعض الاحيان بيكون انت المشكله، يعني انت اللي معطل الموضوع، سواء مشكله في الحياه او مشكله في الشغل. ان دايما لما تكون غلطان ما ترميش الحمل كله على اي حد، بمعنى ان انت ممكن تكون قاعد في الصندوق زي اللي انا قاعد فيه ده وتقول اصل الراجل ده هو اللي قافل عليا وهو اللي زنقني. لا، طب ما انت قوم اطلع، ما حدش قال لك خليك قاعد. مثال صغير قوي هضربه لحضراتكم، ان كان في القرن ال 18 كانت منتشره حالات وفاه الامهات بعد الولاده 48 ساعه. ومن كتر حالات الوفاه دي كان الاطباء مش مناهضين ان هو يطلع يولد ويطلع يشرح الجثث عشان يعرف سبب الوفاه. فكان احد العلماء الموجود ساعتها قال لهم يا اخوانا، طب انتوا ما انتوش لاقين سبب المرض، طب ما ممكن يكون انتوا سبب المرض ده، او انت اللي بتكون عامل ان المرض ينتشر، بانك لما بتشرح الجثه بيحصل تلوث، بتروح تولد الست، بتنقل لها الفيروس، بتصبح تموت. ففعلا لما بدأوا يعقموا معداتهم وكل حاجتهم ابتدى المرض يقل لحد ما اختفى تماما. فدايما ما تلميش اللوم على الاخرين، وفكر لثانيه واحده ان ممكن يكون انت السبب في المشكله دي. تمام؟ ويا جماعه الحاجه الثانيه ان لازم تكون عارف ان النجاح لا يعتمد على ذكائك ولا شطارتك ولا قوتك ولا سرعتك في اداء الاعمال ولا اي حاجه. النجاح دايما محتاج لتيم وورك، محتاج لفريق عمل. وان انت من غير فريق عمل انت لوحدك مش هتقدر تنجز اي حاجه، انما بالفريق هتنجز احسن وافضل وبكفاءه باقل تكلفه. الحاجه الرابعه معانا اللي هنتكلم فيها النهارده، ان انت كمدير لازم تكون اخر واحد بيتكلم، يعني قاعد في ميتنج. مش شرط ان انت عشان مدير ان انت اكتر واحد تتكلم وتبين ان انت الفهامه العلامه اللي عارف كل الكلام، لا مش شرط ده، بالعكس انت لازم تخليك انت اخر واحد وتبقى قاعد تسمع وجهات النظر لكل الناس اللي قاعدين، وسيبه بمنتهى الحريه يشرح وجهه نظره واسبابه ويقول اللي هو عايزه، سواء متفق مع رايك او مخالف رايك. انت ما تقولش انا موافق ولا معترض، مجرد ان انت قول له، يعني القى اسئله وقول له انا مثلا عايز افهم النقطه الفلانيه، وضح لي كذا، اعمل كذا. وانت في الاخر خالص هتكون كونت صوره كامله على كل الموضوع اللي انت عايزه، وتقعد هنا لحضرتك وتتفرج وتاخد قرارك والدنيا تبقى كويسه معاك. فدايما القائد او المدير الشاطر اللي هو بيتكلم اخر واحد بعد ما يكون فهم ولم الموضوع عشان ياخد قرار ويكون عنده خلفيه بكل اللي حصل. اخر حاجه معانا او القاعده الخامسه معانا، يعني اوعى تكون مغرور تتغر، واوعى تكون حد متكبر بالمنصب اللي انت موجود فيه. بالعكس، لازم تعرف حاجه واحده، ان كل الامتيازات او كل المدح اللي بيحصل لك ده مش عشان انت شاطر وفهامه وانت العلامه واللي الناس كلها عمال تبص لك زي الراجل ده كده وعمال يشاور عليك ويقول لك ده هو ده الجينيوس اللي بيخلص كل حاجه. لا مش شرط يا جماعه، انت نجاحك في نجاح التيم اللي موجود معاك بالكامل. وانت كل الامتيازات دي ليست ممنوحه ليك كشخص، انما هي ممنوحه للمنصب اللي انت موجود فيه. لو صبحت بكره، يعني لو قمت بكره الصبح طلعت معاش او تعبت او مرضت او اي حاجه،
خلاص انت مش هتلاقي حد ولا هيديك بقى هدايا ولا مكافآت ولا يتصل بيك ولا مدح ولا الكلام ده كله. فكل الكلام ده يا اخوانا زايد، ولازم تتأكد ان الكرسي لو كان الدم لغيرك ما كانش وصل لك. فدايما تخلي في دماغك ان لا، ان اهم حاجة ان انت ترضي ضميرك وتعمل اللي عليك وتكون تيم ورك كويس، وربنا بيوفقك في الاخر. وكده نكون خلصنا الخمس قواعد للنجاح، واتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم.